والروح القدس تحل عينه ورحمته وبركاته الأب للأبدين ولدهر الدارين كلها آمين. تابع مع بعض الردود على البدع والهرطقات والحلقات اللي مخصصينها في الردود على الشبهات حول سفر التكوين. المرة اللي فاتت اتكلمت على المسيح في سفر التكوين الجزء الأول عشان ما نقدرش نخلص كل رموز المسيح. النهاردة هتكلم جزء تاني على رموز المسيح في سفر التكوين. الكتاب المقدس كله، كل الكتاب المقدس وكل نبوات الكتاب المقدس تدور حوالين شخص السيد المسيح له كل المجد، الأخنوم الثاني اللي هيجي في آخر الزمان أو في ملء الزمان، جه المجيء الأول وسيأتي المجيء الثاني، فبيدور حول مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني. شفنا في الكتاب المقدس في سفر التكوين نقط كتير عن حياة السيد المسيح أو رموز للسيد المسيح. أحب ألخصها بسرعة المحاضرة اللي فاتت، ونكمل مع بعض. أول جزئية اتكلمنا فيها إن المسيح هو الأزلي، المسيح هو الأزلي. الجزئية الثانية، المسيح هو الخالق، المسيح هو الأزلي، المسيح هو الخالق. الجزئية الثالثة، المسيح هو واحد من الثالوث أو واحد موجود أو محتجب في الثالوث. الجزئية الرابعة اتكلمنا إن آدم أول الخليقة كان رمز للمسيح. الجزئية الخامسة، آدم وحواء كالمسيح والكنيسة، المسيح والكنيسة، آدم وحواء رمز للمسيح والكنيسة. الجزئية اللي بعديها رقم ستة اتكلمت على شجرة الحياة كرمز إلى السيد المسيح، حياتنا كلنا من يأكلنا يحيى بيا. رقم سبعة اتكلمت على الرموز العبادة اللي الله وضعها في سفر التكوين من خلال ازاي ورى ابونا ادم وامنا حواء كيف يستروا انفسهم عندما حاسوا انهم عريانين، اللي هو عن طريق تقديم الذبائح. رقم 8 الشوك والحسك اللي نبت نتيجه الخطيه، وكيف كان هذا كل به السيد المسيح اللي هو كل المجد اللي هو رفع خطايا البشريه كلها. كلمت على المسيح من نسل المراه، وطبعا الجزئيه دي استفدت فيها في المحاضره اللي كانت فيها على نبوات عن المسيح. النهارده بنتكلم على رموز، مش بس النبوات واضحه لكن رموز كمان من خلال حياه قديس العهد القديم وانبياء العهد القديم. اتكلمت على المسيح هو الذبيحة البديلة الذي ذبح المسيح من أجلنا، وآيات كتير في الكتاب المقدس إن أراد الرب وعشنا. أبى أتكلم على هذه الجزئية بأكثر تفصيل وأستفيد فيها من خلال كمان كتابات الآباء وأقوال الآباء. اتكلمت عن المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. رقم 12 اتكلمت على مقارنة ما بين دم المسيح ودم هابيل. اتكلمت كمان رقم 13 على أخنوخ السابع من آدم كيف كان رمز للسيد المسيح له كل المجد. رقم 14 اتكلمت على نوح كرمز للمسيح والفلك بتاع نوح كيف كان رمز للسيد المسيح، وإعادة تجديد البشرية مرة أخرى عن طريق أبينا نوح، عن طريق التجديد الطبيعة البشرية بالمعمودية اللي احنا مدفونين معه في المعمودية. 14 جزئية اتكلمت عنها مع يعني تفاصيل في جزئيات كثيرة اتكلمنا فيها. النهاردة هكمل معاكم، وطبعا بما ان احنا بنتكلم عن سفر التكوين اتمنى يعني تكونوا قريتوا سفر التكوين او يعني عشان تقدروا تتابعوا معايا، او اللي يحب طبعا يستزيد اكتر ممكن يبقى الجزئيات دي في سفر التكوين. رقم 15 المسيح هو ذبيحة المحرقة، المسيح هو ذبيحة المحرقة. تعرفين في العهد القديم فيه انواع ذبائح
حوالي 5 أنواع من الذبائح: ذبيحة الخطية، وذبيحة المحرقة، وذبيحة السلامة، وذبيحة الاسم، وتخدمات القرابين أو تخدمات الدقيق بالمتوت بالزيت. أنا بتكلم عنها لما نيجي في سفر اللاويين. لكن المسيح هو ذبيحة المحرقة الذي شفناه في سفر التكوين بعد خروج أبونا نوح من الفلك، كيف قدم نوح ذبائح محرقة في تكوين 8 من عدد 20. فدي كلها كانت رمز للمسيح. دي الجزئية اللي هنتكلم عنها النهاردة رقم 15. وبيقول كده الكتاب المقدس: وبنى نوح مسبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المسبح. محرقات على المسبح، طبعا كل هذه الذبائح وكل هذه الأمور كانت بتشير إلى سيد المسيح، اللي هو الذبيحة الحقيقية، ذبيحة الخلاص الذي تممه سيد المسيح له كل المجد على الصليب. طبعا هنشوف الكلام ده موجود في رسالة العبرانيين أصح 10 من عدد 4 إلى عدد 10. هقرأ معاكم الجزئية دي عشان بس نقدر نفهم أكتر يعني إيه ذبيحة المحرقة، يعني إيه ذبيحة المحرقة. في عبرانيين أصح 10 بيقول كده، هقرأ من العدد الأول عشان يعني يبقى الكلام متسلسل، لكن ما يهمني من عدد 4 لعدد 10. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. كان بيتكلم على أن الناموس أو العهد القديم أظهر بشاعة الخطية، وأظهر كيف يتقدم الإنسان إلى الله عن طريق هذه الذبائح. فبيتكلم على هذه الذبائح كأنها كانت رمز للمسيح. وكده وإلا فما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. عايز أقول يعني حتى الإنسان اللي بيقدم هذه الذبائح كل سنة بيذكر أن هي دي ذبيحة خطية أو ذبيحة إثم أو ذبيحة محرقة، لكن كلها من أجل خطايا الإنسان، من أجل خطايا الإنسان. واللي يهمني اللي هي الجزئية اللي بعديها، اللي هي ان هذه الذبائح كانت رمز المسيح، وايضا كمان ذبيحه ابينا نوح في تكوين 28 كانت ايضا رمز لمحرقه المسيح. ولانه لا يمكن ان دم تيران وتيوس يرفع خطايا، لذلك عند دخولي للعالم يقول: ذبيحه وقربان لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطيه لم تسر. ثم قلت: أنا زأجي فدرج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها. يعني هذه حتى هذه الذبائح لم يسر بها، لأن هي في حد ذاتها ليس المقصود بها، لكن المقصود بها إيه؟ إن كلها دي بتشير إلى ذبيحة المسيح له كل المجد. وبعدين بيقول: ألست تقدم حسب الناموس؟ ثم قال: أنا زاجي لأفعل مشيئتك يا الله. أنا زاجي لأفعل مشيئتك يا الله. فإذا كان هذه الذبائح لا تصر أو لا ليست هي المقصودة، لكن لما يقول المسيح هو نفسه اللي هيجي كده، وهو ده هو المسار، هو مسار قلب الله، فبالتالي هو دي الذبائح دي بتشير إلى السيد المسيح له كل المجد. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة، مشيئة المسيح قدم نفسه من أجلنا، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البت أن تنزع الخطية. لكن من ينزع الخطيه اللي هو المسيح، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. وبعد كده بيكمل
على هذا النوع، يعني ان بيعمل مقارنه ان دم المسيح هو ده المقصود، فبالتالي كل هذه الذبائح كانت اشاره الى ذبيحه المسيح التي قدمها من اجلنا على عود الصليب، ومات المسيح من اجلنا على عود الصليب، اجره الخطيه موت، فجاء المسيح مات عننا. في رساله روميا بيتكلم على أجرة الخطية موت، وبيتكلم عن هو المسيح نفسه جه ومات عننا خلاص. يبقى بالتالي موت المسيح كانت كل هذه الذبائح إشارة إلى ذبيحة المسيح له كل المجد. الآية بتاعت روميا أجرة الخطية موت هنلاقيها في رسالة روميا أصحاح خمسة، رسالة روميا أصحاح خمسة بيتكلم على موت المسيح له كل المجد، وكمان روميا أصحاح ستة، والآية اللي مقصود اللي بقول لكم عليها دي يعني روميا ستة أصحاح ستة من عدد 23، لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. وبيتكلم على ان المسيح مات من اجلنا، المسيح مات من اجلنا، المسيح مات من اجلنا. فايات كتيره قوي قوي هبقى مره كده لما اتكلم على الذبايح هتكلم على هذه الايات. لكن بس ما يهمني هنا اجره الخطيه موت. اجره الخطيه موت. فموت هذه الذبايح نيابه على الانسان ليست مقصود بها الذبايح الحيوانيه، لكن مقصود بها ذبيحه المسيح اللي هو جاء ومات من اجل البشريه ومات من اجل الانسان. دي أول جزئية النهاردة في رموز المسيح أو رموز التكوين، الأشياء التي في سفر التكوين ترمز إلى المسيح. دي هي ذبيحة المحرقة التي قدمها نوح في تكوين 8:20. الجزئية الثانية ملك صادق وتقدمة ملك صادق. ملك صادق وتقدمة ملك صادق. ملك صادق هو زي ما بيقول نرى عنه في سفر التكوين أصحاح 14. أنا اتكلمت مرة عن ملك صادق الحقيقة، لكن حبيت بس دلوقتي نشير إلى ملك صادق هذا من ضمن الرموز بتاعة السيد المسيح في سفر التكوين. في ملك صادق في تكوين 14 من عدد 18 بيقول ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. لما اتكلمت على ان في ناس كانوا بيعبدوا ربنا مش بس من بني اسرائيل، في ناس ثانيين كانوا بيعبدوا ربنا من حتى شعوب مهماش من بني اسرائيل. ملك صادق كان وكده كاهن الله العلي في تكوين 14 على 18، واخذ خبز وخمر وبارك ابونا ابراهيم عندما كان رجع ابونا ابراهيم من محاربة الملوك، ولما رجع ابن أخوه لوط. والكلام اللي بقوله أنا مش بقول كلام من عندي، لكن بقول كلام من الكتاب المقدس من العهد القديم والإشارات بتاعتها في العهد الجديد التي أشار إليها العهد الجديد. فبيشير في رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين أصحاح 6 من عدد 20 وأصحاح 7 من عدد 1 لـ3 بيتكلم على ملك صادق، ملك صادق، وبيتكلم عنه يعني ان هو بيشير الى المسيح. تعرفين سفر العبرانيين بيتكلم على ان المسيح اعظم من كل ما يتخيله الانسان، اعظم من الملائكه، اعظم من موسى، اعظم من الانبياء، كان رمز ليه ملك صادق، اعظم من الجميع. فرسالة العبرانيين من الرسائل الممتعه اللي بتعمل مقارنه ما بين المسيح له كل المجد وكهنوت المسيح له كل المجد والعهد القديم. فبيتكلم في رساله العبرانيين على ملك صادق، فبيقول كده في عبرانيين اصحاح 6 ومن عدد 20، حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبه او على نظام ملك صادق رئيس كهنه الى الابد. رئيس كهنة الأبد، يعني نظام المسيح أو كهنوت المسيح زي كهنوت ملك صادق، تقدمات ليست تقدمات حيوانية لكن تقدمات خبز
وعصير العنب أو الخمر، يعني أيا كان المسمى. وبيتكلم على أن المسيح نفسه هو الذبيحة الحقيقية. وبعد كده بيكمل في تكوين سبعة، عبرانيين سوري سبعة من عدد واحد، لأن ملك صادق هذا الملك سليم كان الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وبركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله يبقى كاهنا إلى الأبد. ده ملك صادق. فملك صادق إشارة للمسيح من عدة نواحي. أول حاجة صادق أو الصدق أو البر، فالمسيح هو ملك البر. المسيح هو ملك البر، قال لهم كده من منكم يبكتنا على خطية. ملك سليم أو ملك شليم أو ملك السلام، هي طبعا دي شليم اللي هو اسم من اسم أورشليم يعني. فملك السلام، والمسيح جاء ملك السلام، قال كده سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وفي ميلاد المسيح رتلت الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهو ملك السلام المسيح. وطبعا دي كانت نبوءة في أشعية كمان، يولد لنا ولد ويعطى ابنا ويكون الرئاسة على كتفيه، وضع اسمه مشيرا عجيبا أبا أبديا رئيس السلام. فبيتكلم عنه أنه هو رئيس السلام، فهو ملك السلام. بيتكلم عنه أنه هو لا بداية أيام ولا نهاية حياة. يعني إيه؟ لما ظهور ملك صادق لم يذكر الكتاب المقدس عن أبوه وأمه ولا عن جذوره، ودي كانت إشارة خفية إلى أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ليست يعني أيامه يعني منذ الأزل يعني. لكن ملك صادق ليه أب وأم، لكن لم يذكر لنا الكتاب المقدس عن أبوه وأمه. ملك صادق قدم خبز وخمر زي المسيح أخذ خبز وخمر، قال لهم كده خذوا كل هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. وأخذ الكأس أيضا وقال لهم اشربوا هذا هو دمي الذي العهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين. نفس الحكاية، ملك صادق أخذ خبز وخمر وبارك إبراهيم وأعطاه أن هو من 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 هذه التقدمة. فتقدمة ملك صادق هي إشارة إلى تقدمة السيد المسيح له كل المجد. ملك صادق ما لهوش نسب من هارون، يعني ما هوش ليه سيرة قرابة من هارون. أيضا السيد المسيح ليست له صلة نسب من هارون، المسيح جاء من سبط يهوذا وليس من سبط لاوي. المسيح جاء من سبط يهوذا وليس من سبط لاوي. حاجات كتير قوي قوي ترمز إلى تقدمة ملك صادق وملك صادق والمسيح. دي الجزئية رقم اثنين النهاردة. يبقى أول حاجة المحرقة إشارة للمسيح، الحاجة الثانية ملك صادق وتقدمات ملك صادق كإشارة للمسيح. الحاجة اللي بعديها أنا اتكلمت عنها لما اتكلمت على نبوات عن السيد المسيح لكل مجد، فبالتالي مش هقف عندها كتير. أن المسيح جه من نسل سام، المسيح جه من نسل سام، وطبعا دي موجودة في تكوين 9 من عدد 26، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا له. مبارك سام، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا له. فهنا سام اللي هو جه من نسله السيد المسيح له كل مجد، اللي هو جه بارك البشرية كلها عن طريقه يعني. وطبعا دي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا صح 3 من عدد 36، بيتكلم على سلسلة الأنساب، بيتكلم على بيقول كده ابن كنان ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك، وبعد كده بيكمل حتى أبونا آدم. دي رقم 3. رقم 4 النهاردة، السيد المسيح له كل مجد هو من نسل إبراهيم، وأنا اتكلمت عنها قبل كده عشان كده مش هقف عندها كتير. وطبعا دي موجودة في تكوين 12 من عدد 2 على 3، وفأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تبارك فيك اللي هو في المسيح اللي هو من نسل أبونا إبراهيم. تكوين 12 من عدد 2 على 3، وطبعا تكوين 22 على 18 عاد وأكد
هذه البركة مرة أخرى، ولك وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت القول، تبارك في نسلك، قال له كده في نسلك، وطبعا أشار إليها القديس بولس الرسول، قال في نسلك وليس في الأنسال، كما بيتكلم عن واحد وليس يتكلم عن كثيرين. وطبعا دي كلها ما تحققت هذه النبوات في إنجيل معلمنا متى صح واحد مع الواحد، بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. يبقى هنا هو من نسل سام، هو من نسل إبراهيم. دي رقم أربعة. رقم خمسة، زهرات الرب له كل المجد لإبراهيم، وكانت هذه الزهرات إشارة إلى مجيء المسيح له كل المجد في الجسد في مجيئه الثاني، في مجيئه الأولاني يعني. لكن الحقيقة اللي عايز بس أشير إليه مرة تانية، واللي عايز أأكده إن الكلام ده مش بس من عندنا، ما احنا مش بنقوله، لا ده هو أشار إليه الكتاب المقدس، وزي ما قلت لكم قبل كده موجود في أعمال 3 من عاية 25-26 وغلاطة 3 من عدد 6، لما بيتكلم عن بيقول لهم كده أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أبانا قائلا لإبراهيم وبنسلك تبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاة يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يبارككم، المسيح هو البركة مش أي حد تاني، بركة برد الناس عن شرورهم ومجيئهم إليه، إن هو مات من أجل الجميع وفدى الكل. وفي غلاطية 3 على 6 لما بيتكلم على الجزئيتين اللي هي ذكرتها أنا دلوقتي في التكوين 22 على 18، وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت القولي في نسلك، أشار إليها زي ما قلت قبل كده معلمنا بولس الرسول في غلاطية 3 على 6. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. فهذه كلها بتشير إلى السيد المسيح له كل المجد. الجزئية اللي بعديها زي ما قلت من شوية، زهورات الرب له كل المجد لأبونا إبراهيم، وديكم كلها زهورات للابن، وكل الزهرات التي ظهرت في العهد القديم كلها هي زهرات الابن. كل الزهرات التي ظهر الله فيها، أو ساعات بيسميه ملاك العهد، أو سميه رئيس جند الرب، أو أي مسمى، وساعات كان يسمى ملاك، فكل هذه الزهرات كانت زهرات للسيد المسيح له كل المجد. ويمكن واضحة قوي في تكوين 18 من عدد واحد، تكوين 18 عدد واحد بيقول لك وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وفي حر النهار، في باب الخيمة وحر النهار، اللي هو تكوين 18 من عدد واحد. ولما ظهر كان ظهر معاه اتنين ملائكة، ظهر معاه اتنين ملائكة. ولما طبعا تعرفين بقية القصة ان ابراهيم صنع وليمة لله، وبعد ما صنع الوليمة الله كده قال هأخفي عن عبد ابراهيم ما انا صانع، وبدأ يتكلم الله عن أنه سوف يهلك سدوم وعمورة، وبدأ إبراهيم يتكلم مع الله ويتشفع من أجل سدوم من أجل عمورة. وطبعا أنتم عارفين بقية القصة الموجودة في تكوين 18. لكن الملكين اللي كانوا معاه، قال لك اللي هو الرب ومعاه الملكين، ذهب الملكين دول اللي هم يحرقوا سدوم وعمورة، ذهب الملكين ليحرقوا سدوم ويحرقوا عمورة. وهنا بس عايز أشير أن الله قدوس لا يقبل الخطية، الله قدوس لا يقبل الخطية، من يفعل خطية يفعل التعدي، أجرة الخطية موت، اللي يعمل خطية فيه موت، قد يكون في عقاب سوف ينزله الله على فعل الخطية هنا، وقد يؤجل هذا العقاب إلى عندما يطرح الإنسان في البحار المتخذة بنار وكبريت. لكن الله يكره الخطية لأنه قدوس وبلا شر. عشان كده بس الناس اللي هم بيقولك الله حنين والله طيب، الله حنين طيب لكنه يكره الخطية، الله حنين طيب لكنه لا يحب الإثم، الله أجرة الخطية هي موت، من يفعل الخطية يفعل التعدي يفعل الموت، أجرة الخطية موت يستحق الموت.
هذه عدل الله، الله عادل والله يحب العدل. وده حتى قال كده مذنب مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. فهل الله يعني الانسان الوحش كده يقول له خلاص انت بت يعني كويس كده وادخل السماء من غير توبه من غير ما يعني ملجا للمسيح؟ الموضوع كبير قوي، الناس بينادي دلوقتي بخلاص الشيطان وخلاص حاجات صعبه قوي. سدوم وعموره قصه حدثت وقصه حقيقيه حدثت في التاريخ، ان الله يكره الخطيه. النتيجه بتاعتها الله يكره الخطيه، وفي نار معده لابليس وملائكته. قال كده اذهبوا عني يا ملعين الى النار المعده لابليس وملائكته او ابليس وجنوده. فهنا ظهور الرب لابراهيم هي اشاره الى ظهور السيد المسيح له كل المجد في اخر الزمان. واشار المسيح له كل المجد في هذه الجزئيه في انجيل يوحنا صح 8 من على 56 ل 58، لما كان بيتكلم مع اليهود قال لهم كده ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. فقال له اليهود ليس لك 50 سنه بعد افرايت ابراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، هو موجود قبل ابراهيم. تهلل ابراهيم ان يرى يومه فراى وفرح. فرح ابراهيم، نعم فرح ابراهيم عندما راى السيد المسيح له كل المجد في الجسد ومعه الاثنين ملائكه. ويمكن في الانشوده الجميله الرائعه اللي موجوده في رساله تيمساوس لما بيقول كده وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكه كرز به بين الامم امن به في العالم رفع في المجد. رفع في المجد. الحقيقه كلام رائع وكلام جميل. تراءى لملائكه مش كده؟ كرز به ظهر في الجسد الله بالاجماع عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد اللي هو المسيح ظهره في الجسد، وتبرر في الروح تراءى لملائكه كرز به بين الامم امن به في العالم رفع في المجد. فكل هذه كانت ظهورات للمسيح، الله الظاهر في الجسد، هو ظهوره في الجسد، وكمان كان في ظهوراته في العهد القديم. دي ظهورات الرب لابراهيم في الجسد، كانت اشاره لظهورات المسيح في اخر الزمان. في حديث ابراهيم مع الله في تكوين 18 عندما كان بيحاجج الله بسبب سدوم وعموره او بيتشفع من اجل سدوم وعموره، بيتكلم عن الله ان هو ديان. هو المسيح قال هنا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ابوكم ابراهيم تهلل ان يرى يومي فراء وفرح. احنا كده عارفين ان هذا الظهور هو ظهور المسيح. ولما بيتكلم بيقول له كده أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، حاشا لك أن تفعل هذا الأمر أن تميت البار مع الأسين فيكون البار كالأسين، حاشا لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. فبيتكلم عن الله اللي هو الديان العادل، تكلم عن الله الديان العادل. والحقيقة الكلام ده واضح قوي قوي في رسالة روميا أصحاح 8. رسالة روميا أصحاح 8 بيتكلم على من هو الديان، من هو الديان. يمكن احنا بنؤمن ان الآب والابن والروح القدس الثلاثة هم واحد، لكن من سيدين هو المسيح. اللي هيدين هو المسيح، الآب لا يدين أحد، الروح القدس لا يدين أحد، لكن الديان هو المسيح له كل المجد. عشان كده في رسالة روميا أصحاح 8 من عدد 34 بيقول لنا كده، أو هقرا من 33 كمان، من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ مين هو اللي هيدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا. فهو المسيح هنا الدين العادل. وقال كده الحقيقه في انجيل معلمنا يوحنا
الآب لا يدين أحد بل قد أعطي كل الدين للابن. الآب لا يدين أحد بل قد أعطي كل الدين للابن. فأنا بتكلم أبونا إبراهيم عن مع الله إن هو ديان كل الأرض، وبتكلم مع المسيح الابن ديان كل الأرض. طبعا دي رمز من رموز السيد المسيح في سفر التكوين. نراجعهم مع بعض عشان بس ما ننساهم شيء. أنا اتكلمت قبل كده في 14 جزئية، النهاردة هتكلم على بقية الأجزاء أو 15 جزئية. النهاردة هتكلم على بقية الأجزاء. المسيح وذبيحة المحرقة اتكلمنا عنها، تقدمة ملك صادق وملك صادق الاثنين، المسيح من نسل سام ثلاثة، المسيح من نسل إبراهيم أربعة، المسيح وظهوراته لأبونا إبراهيم دي رقم خمسة، رقم ستة المسيح ديان كل الأرض، دي كلها شفناها في سفر التكوين. رقم سبعة المسيح كائن قبل إبراهيم أو موجود قبل إبراهيم. طبعا واضح في الكلام دون في تكوين 18 من عدد 33، ولك وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إلى مكانه، ورجع إلى مكانه. طبعا هنا الله بيتكلم مع إبراهيم ورجع إلى مكانه. مكانه فين بقى؟ مكانه فين؟ اللي جاي منه، جاي منه، هو موجود قبل أبونا إبراهيم. عشان كده الآية اللي ذكرتها من شوية هعيدها مرة تانية، اللي هي في يوحنا 8 من عدد 56 وعدد 58، أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح، فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد فرأيت إبراهيم؟ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فأنا موجود قبل إبراهيم، موجود قبل كل الأزمنة الأزلية، قبل كل ده هو المسيح موجود. فدي طبعا كلها رموز إلى سيد المسيح، ما هواش بس من 2016 سنة المسيح، لا ده هو موجود من ألاف ألاف، وليست له بداية، ليست له بداية زي ما احنا قلناها اللي هو سرمادي، يعني ليس له بداية وليست له نهاية. أزلي أبدي، أزلي يعني منذ الأزل، ملهاش بداية كلمة الأزل دي وإلى الأبد. فهو هنا إذا المسيح كان قبل إبراهيم أو موجود قبل إبراهيم، مش بس من 2000 سنة وابن إبراهيم مثلا من 3000 سنة، لا ده هو موجود من قبل كده كمان. فدي كلها إشارات إلى أزلية المسيح ولاهوت المسيح. الجزئية اللي بعديها المسيح من نسل إسحاق، المسيح من نسل إسحاق. أنا اتكلمت على الجزئية دي في النبوات عن المسيح، فبس عشان بنتكلم عن رموز فبذكر كل الرموز. هقراهم بسرعة الآيات اللي هي بتدل على كده. في تكوين 21 على 12، فقال الله لإبراهيم لا يقبح فعيناك من أجل الغلام ومن أجل جارتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، بإسحاق يدعى لك نسل. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابن وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم معه عهدا أبديا من بعده. تكوين 19 من عدد 17 طبعا، والكلام ده يتحقق في غلاطية 3:16 اللي قريتها من شوية وأراها مرة تانية. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. فإبراهيم وإسحاق. وإذا كان الله بارك إسماعيل، عشان أخواتنا بس اللي هم بيحاولوا يدخلوا حاجات كده غريبة، إذا كان الله بارك إسماعيل فقبل كده كمان بارك نوح، قبل كده بارك آدم، فالبركة تعني اللي هي التناسل يعني أو التكاثر، يعني إن هو البركة التي بارك الله آدم وقال آدم وحواء اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها، وبعد كده كمان في بعد الطوفان لما بارك نوح وقال له كده بارك الله نوح وقال له اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها مرة تانية، وبرضه نفس الحكاية لما بارك إسماعيل. أو في كل البركات لأي حد هي البركة التي تعني إن هو التكاثر وحفظ النوع البشري، يعني والأتيان بأبناء كثيرين للملكوت، دي مقصود بالبركة. فهنا برضو بيتكلم على إن المسيح من نسل إسحاق. وطبعا في روميا
تسعة على السبعة، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك النسل، بل بإسحاق يدعى لك النسل. يعني مش بس من كل أولاد إبراهيم، لا لا، هو من إسحاق بس في رومية تسعة على السبعة. وطبعا ده موجود في إنجيل معلم متى صح الأول من عدد واحد وعدد اثنين، كتاب ميلاد يسوع المسيح، ابن داود، ابن إبراهيم، ابن إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا، وبعد كده بيكمل. فهنا من نسل سام، من نسل إبراهيم، من نسل إسحاق. الجزئية اللي بعديها من رموز المسيح إن المسيح حامل الله، المسيح حامل الله. وطبعا أنا اتكلمت في 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 هذه الجزئية عندما تكلمت على تخدمة أبونا إبراهيم في تكوين 22 على 8، هقراها مرة تانية وهنشوف الآية دي في الكتاب المقدس وهنقراها بالطريقة اللي أنا من العبري زي ما احنا شفناها قبل كده. فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، فذهب كلهما معه. لما إسحاق سأل أبوه هذا دي الحطب ودي السكين، طب فين الخروف؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف المحرقة. طبعا في التعبير العبري اللي قريته لكم قبل كده واللي شفناه قبل كده، ان الله سيقدم نفسه خروف للمحرقة، يرى له او يقدم نفسه، يقدم نفسه. فهنا دي إشارة إلى المسيح الذبيح الحقيقي اللي هو ذبيحة هيموت من أجل البشرية كلها. وطبعا أشار إليها الكتاب المقدس في مواضع كثيرة عن المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لدرجة إن حتى إخواتنا لما يدخلوا يشتمونا يقول لهم يذكروا كلمة الخروف وكأنها كلمة شتيمة، كلمة شتيمة. لا، هي هنا دي إشارة إلى أن ذبائح العهد القديم كلها إشارة للمسيح، كل هذه الذبائح إشارة للمسيح له كل المجد، رغم أنهم هم طبعا بيقدموا ذبائح، لكن مش عارف، أنا مش ما بحبش أدخل في تفاصيل مع حد ولا نقاشات مع حد، لكن بس عشان نفهم الموضوعات ماشية إزاي. فقال إبراهيم: الله يقدم نفسه خروف المحرقة يا ابني، فذهب كلهما معا، أو زي ما في الترجمة اللي معانا: الله يرى له الخروف المحرقة. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول معايا 29 وبيتكلم كده: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ده الذبيح الحقيقي اللي جاي يموت من أجل العالم كله. وطبعا في بطرس الأولى الأصحاح الأول معايا 18 وعلى 19 بيتكلم على ان احنا ان المسيح فدانا بدمه نفسه، بيقول كده: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تخلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، دم المسيح. فهنا افتدينا من خلال دم المسيح اللي هو مات المسيح على الصليب. فهنا اذا كان الحمل بتاع اللي قدمه ابراهيم نيابه عن ابنه، دي بتشير الى ذبيحه المسيح اللي هو مات نيابه عن كل البشريه. طبعا دي كلها اشارات الى ذبيحه المسيح واشارات الى المسيح لها كل المجد. ومش بس فدية عن إسحاق، لكن فدية عن كل البشرية، ليست فقط فدية عن إسحاق لكن فدية عن كل البشرية. فهو حمل الله وهو البديل عننا كلنا. طبعا في تكوين 22 على 13 لك: فرفع إبراهيم عينيه ونظر إذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وصعد محرقة عوضا عن ابنه، محرقة عوضا عن ابنه، المسيح عوضا عنا. الكلام واضح قوي قوي وهبقى اتكلم عنه مرة تانية. فهنا المسيح بديل عننا او مات نيابة عننا. طبعا في الكتاب المقدس آيات كتيرة، يمكن اكثر حاجة كورنثوس الاولى اصح 15: فانا سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. المسيح مات من اجل خطايانا حسب
الكتب. وطبعا في روميا 14 من عدد 9: لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. فإن المسيح مات من أجل الجميع. وفي بقية الأسفار بتاع الكتاب المقدس بيتكلم على المسيح مات من أجل الكل. على سبيل المثال مثلا في كورنثوس الأولى صح 8 بيتكلم على الإنسان اللي الواحد يعسر واحد، يعني فيقول لك الإنسان اللي عصفه ده إنسان ضعيف، فيهلك بسبب عملك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. فالمسيح مات من أجل هذا الإنسان يعني. وبعدين زي ما قرينا دلوقتي في كورنثوس الأولى 15 من عدد 3: فإني سلمت إليكم ما قبلته أيضا، المسيح مات من أجل خطايانا، فهو مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وبيتكلم على آيات كتيرة أن المسيح مات من أجل الكل. على سبيل المثال في كورنثوس الثانية صح 5 من عدد 14 و15: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا مات. واحد مات من أجل الجميع اللي هو المسيح يعني، وهو مات لأجل الجميع. وبعدين بيكمل: لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقال. وطبعا دي كورنثوس الأولى أصحاح 5 زي ما قلت لكم من عدد 14 وعدد 15. في آيات كتيرة قوي قوي بدل على أن المسيح مات من أجل الكل. مع المسيح صلبت فأحيا، لأنا بل المسيح يحيا فيه. إذا كان المسيح مات من أجلنا، قال كده كمان: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا. في غلاطية 3 من عدد 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنها مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. فدي كلها آيات تدل على أن المسيح مات من أجلنا. المسيح مات من أجلنا. طبعا في تسالونيكي الأولى أصحاح 5 من عدد 10: الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحن جميعا معه، ذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. دي كلها مات من أجلنا. المسيح مات من أجل خطايانا طبعا. والعبرانيين 10 اللي أنا قرأت لكم من شوية طبعا دي كلها بتدل على أن المسيح مات من أجل خطايانا. هكتفي بالآيات دي اللي هي بتدل على المسيح مات من أجلنا. فهنا إذا كان هذا الكبش الذي أمسكه إبراهيم ومات أو قدمه ذبيحة عوضا عن ابنه، فالمسيح أيضا مات عوضا عننا أو مات بديلا عننا. فكل هذه أمور تشير إلى أو رموز تشير إلى السيد المسيح له كل المجد. في مش بس رموز للمسيح، في كمان رموز للكنيسة. رموز الكنيسة زي ما أشرت إلى أمنا حواء، المسيح وحواء، أن إزاي حواء أخذت من ضلع آدم، وكذلك الكنيسة أيضا من جنب المسيح من خلال موت المسيح وخروج الدم والماء التطهير لخطايانا. أيضا أمنا رفقة، رفقة كانت إشارة ورمز للكنيسة عروس المسيح. رفقة، وطبعا مش بس رفقة، ده كل الزيجات التي تمت في سفر التكوين تمت على عين المية أو عين المية. دي كلها إشارة إلى الروح القدس: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مجمعين أن يقبلوه. فكل الزيجات تمت على عين المية. لكن هقرا بس على سبيل المثال رفقة كرمز لعروس المسيح اللي هي الكنيسة.
تكوين 22 آية 23 ولد بتوئيل رفقة، هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور أخ إبراهيم. رفقة دي عروس إسحاق، رفقة عروس إسحاق. السيد المسيح بعد ما وضع على الصليب ومات على الصليب ولدت الكنيسة من جنبه، ولدت الكنيسة من جنبه. وهنلاقي بعد تخدمة إسحاق وكأنه ذبيح، بعدها على طول اختيار رفقة كزوجة لإسحاق. يعني تخدمة إسحاق أو كأن يعني الذبيحة التي أراد الله أن يقدم إبراهيم ابن إسحاق ذبيحة، بعدها على طول بيتكلم على زواج إسحاق برفقة، ودي طبعا على طول إشارة إلى موت المسيح على الصليب. المسيح هنا افتدى الكنيسة وصارت الكنيسة عروس المسيح. طبعا يوم الخمسين طبعا كلنا عارفينه، اليوم الذي بدأت فيه الكرازة للأمة، بدأت فيه الكرازة للعالم كله، بدأت الكنيسة هنا تتجمع لتسير عروس للسيد المسيح له كل المن. وطبعا في أفسس 5 من عدد 25 طبعا الفصل بيتقري في سر الزيجة: أيها الرجال أحبوا نسائكم كما حب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غدا ولا شيء من مثل ذلك. في أفسس 5:25 المسيح أحب الكنيسة ومات من أجلها. فإذا كان أبونا إسحاق وده رمز المسيح اللي هو المسيح مات، يعني الذبيحة التي ذبحت كأنه يعني مذبوح يعني، وبعديه اقترانه برفقة، هكذا أيضا موت المسيح واقترانه بالكنيسة أو الكنيسة أصبحت عروس المسيح ما بعد الصليب. نسل إسحاق بيتكلم عنه كنجوم السماء، نسل إسحاق كنجوم السماء. وطبعا دي في تكوين 26 عدد 4: وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. نجوم السماء هنا ده نسل سماوي، نسل سماء، إشارة إلى أن أولاد المسيح أولاد سماويين، مش بس الناس الأرضيين على مستوى البشري، لا ده على مستوى السماوي كمان. كل من قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. فطبعا دي النسل إسحاق إذا كان هو كنجوم السماء بتشير إلى أولاد المسيح اللي هم سيصيروا كأنهم يعني سمائيين يعني. وطبعا في الكتاب المقدس لم بيتكلم كتير قوي على أبونا إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق، وقال كده قدم ابنه وهو مجرب في عبرانيين 11:17: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل لنعيد وحيد والذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، بإسحاق يدعى لك نسل. وطبعا بيتكلم على طاعة أبونا إسحاق إلى أبو إبراهيم كطاعة المسيح لله الآب، أطاع حتى الموت، موت الصليب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، اللي هو في إنجيل يوحنا 3:16. طبعا دي هنلاقيها في سفر التكوين أصحاح 22، سوري طاعة إسحاق لأبوه إبراهيم في تكوين 22 زي ما طاعة المسيح لله الآب في فيليب 2:8: خرج وحامل صليب وطاع حتى الموت، موت الصليب. طبعا دي كلها إشارات إلى السيد المسيح لها كل المجد. فإذا كانت رفقة تشير إلى المسيح، الكنيسة سوري، وذبح إسحاق يشير إلى ذبح المسيح، وطاعة إسحاق لأبوه
تشير إلى طاعة المسيح لله الآب. فكل هذه الأمور رموز في الكتاب المقدس إلى السيد المسيح. زي ما أعيد مرة تانية كمان، كل الزيجات التي تمت أو التي ذكرت في الكتاب المقدس ذكرت عند عيون المية، وتبقى عند كلها إشارة إلى الكنيسة. على سبيل المثال رفقة ورحيل، رفقة ورحيل في تكوين 24، وطبعا عيون المية بتشير إلى المعمودية. عيون المية تشير المعمودية زي ما ذكرت في قصة نوح والطوفان، إن هو رمز المعمودية. فدي كلها اقتران المسيح بالنفس البشرية من خلال جرن المعمودية، من خلال جرن المعمودية مدفونة معه في المعمودية، مدفونة معه في المعمودية. من آمن واعتمد خلص. فالمعمودية هي الدفن مع المسيح وقبول الموت مع المسيح. طبعا في تكوين 24 ورفقة ورحيل واختيارات الروح القدس لهذه النفوس، أو بترتيب إلهي هذه النفوس تقابلت مع من خطبهم عند عيون المياه، إشارة إلى طبعا العبد بيشير إلى الخدام اللي هما بيحاولوا يقربوا النفوس عشان ترجع للمسيح ده كل مرة. فبيتكلم على إسحاق ورفقة ورحيل ويعقوب، دول إشارة إلى الكنيسة والمسيح. وفي الكتاب المقدس طبعا لما الآباء الرسل قالوا كده، يا رب نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، احنا شفنا كل حاجة رب وتبعينك، لهم من ترك أبا وأما أو أخا أو أختا إلا يأخذ مع الضعف وفي مع ضيقات وفي الدار الآتي الحياة الأبدية. هم دول اللي هم زي العازر الدمشقي اللي هو خرج وخطب رفقة لإسحاق، وكانت على عيون المية، والمية طبعا بتشير إلى الروح القدس. ولهم كده من آمن واعتمد خلص، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح ليقدر أن يدخل ملكوت السماوات. وأنا تكلمت عن المعمودية قبل كده. الحتة اللي بعديها سلم يا بني يعقوب، ده بيشير إلى المسيح. سلم يعقوب اللي شافه منصوب من أرض للسماء في تكوين 28 عدد 12، وملائكة صعدة ونازلة عليه، ده إشارة إلى صليب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، تمت فيه مصارحة السماء مع الأرض. كورنثوس الثانية أصحاح 5 عدد 18، وأفسس 2 عدد 16، وكولوسي 1 عدد 20-21. كل هذه الأمور كده لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا، اللي هو المسيح بموت على الصليب، أو المسيح نفسه بجسده صرح السمائيين مع الأرضين، عاملنا صلح بدم صليبه، كلوسي 1 من عدد 20. ويمكن الكنيسة بترتل في التسبحة بتاعتها بتشير إلى السلم، السلم رآه الأب يعقوب، بيشيروا كمان إن هو ده المسيح اللي هو جاء يعني من وأخذ جسد من العذر يعني. فبيشير إلى إن هو المسيح أيا كان، إذا شير للتجسد أو للصليب، لكن هو إشارة إلى المسيح له كل المجد. وفي إنجيل يوحنا 1 من عدد 51 قال لهم الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان، اللي هو سلم وملائكة صعدة ونزلة زي ما هو في تكوين 28 عدد 12. وطبعا المسيح اللي هو الوسيط بين الله والناس، اللي هو يغفر الخطايا في تيموثاوس الأولى 2 من عدد 5. فبيسلم يعقوب إشارة إلى السيد المسيح له كل المجد. المسيح أيضا سيأتي من نسل يعقوب، المسيح سيأتي من نسل يعقوب. وطبعا أنا أشرت الجزئية دي
في النبوات عن المسيح في تكوين 28:14: ويكون نسلك كتراب الأرض، أن تبد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، تبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وطبعا في متى 1:2، إنجيل معلومة متى 1:2: إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وأخوته. فطبعا هنا دي إشارة المسيح من 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 نسل يعقوب. ايضا ظهور المسيح ليعقوب في سورة انسان لما حصل المصارعة، طبعا دي بيشير الى السيد المسيح له كل المجد، في تكوين 32:24: فبقى يعقوب وحده وصرعه انسان حتى طلوع الفجر، وسأل يعقوب وقال: اخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك؟ ودعا يعقوب اسم المكان فنوئيل، قائلا: لاني رأيت الله وجها لوجه. كان مدرك يعقوب انه شاف ربنا. طبعا دي بيشير الى السيد المسيح له كل المجد، الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه، والذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح كده. ورأيت الله وجها لوجه، فهنا وجه يسوع المسيح. كورنثوس الثانية اصح 4:6. طبعا دي ظهور الملاك دوان اشارة الى ظهور المسيح له كل المجد. الحاجة الأخيرة أو مقابل الأخيرة يوسف. يوسف وكان رمز المسيح، وتقريبا حياة يوسف كلها كانت رمز المسيح. أنا هذكر بس حاجات كده، عناوين، ونقدر نشوفها مع بعض إن هي كانت إشارة إن يوسف رمز المسيح. يوسف الابن المحبوب لأبيه، مش كده؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الروح القدس الآب في السماء، الروح القدس نازل مثل حمامة، وصوت يقول: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. الابن الوحيد الجنس الذي في حضن أبيه. كلام كتير قوي عن المسيح اللي هو الابن الحبيب. وطبعا يوسف كان الابن المحبوب لأبيه. يوسف عاش في مكان اسمه حبرون، وحبرون دي معناها شركة يعني، وطبعا دي معناها ان هو في شركة الآب والابن والروح القدس، شركة الآب والابن والروح القدس، قبل طبعا يروح شكيم. وشكيم تعني مكان التعب ومكان مكان العمل يعني، مكان التعب. فهو كان في شركة مع أبي قبل ما يجي لأرضنا، ويبتدي بقى قصة الخلاص وقصة البشارة. يوسف كان راعي غنم، المسيح هو الراعي الصالح، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخلاف. يوسف أرسل أبوه ليفتقد إخوته، والمسيح جاء من الآب ليفتقدنا، تعاهدنا بخلاصه. يوسف تآمر إخواته عليه زي ما تآمر إخوات المسيح عليه، اللي هم اليهود، الأمة اليهودية من نفس الشعب ومن نسل رؤساء الكهنة، تآمر عليه إخواته. إخوة يوسف حسدوه، حسدوا إخوة يوسف عليه، طبعا واضح قوي قوي حسد رؤساء الكهنة على المسيح. يوسف ألقي في البئر، يوسف ألقي في البئر زي المسيح ألقي في القبر. خرج يوسف حيا من البئر كما خرج المسيح حيا في اليوم الثالث من بين الأموات. يوسف بيع 20 من الفضة، المسيح أيضا بيع بس يعني 30 من الفضة أغلى شوية. يوسف صار عبدا، بيع وصار عبدا، المسيح أيضا جاء آخذا صورة عبد وزوجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه أطاع حتى الموت، موت الصليب. يوسف جرب من امرأة سيده، امرأة فوتيفار، وانتصر يوسف على التجربة، كما أيضا جرب المسيح وانتصر في التجربة. يوسف اتهم كذبا، والمسيح أيضا كان كل التهمات كلها كذب، ولم يستطيعوا أن يثبتوا عليه أي شيء، كان كلها كذب. يوسف لم يحاول أن يدافع عن نفسه، لم نسمع أن يوسف دافع عن نفسه، كما أن المسيح أيضا لم يدافع عن نفسه.
يوسف تألم بأيدي الأمم اللي هو مش مهماش مهماش قرايبه، صحيح إخواته هم اللي باعوه، لكن اللي تألم عليهم اللي هم بوت فوتفار وسلموا للعسكر والأمم يعني. فالمسيح أيضا تألم بيد الأمم. يوسف سجن بلا سرق أو بلا ذنب، المسيح أيضا مات بلا ذنب. في قصة الساقي والخباز، قصة الساقي والخباز، الحلم اللي حلم يوسف دي إشارة إلى اللصين اللي كانوا عن يمين المسيح، واحد على يمين وواحد عن يسار، واحد تبرر والتاني مات. أيضا اللصين دول سوري الساق والخباز إشارة إلى موت وقيامة المسيح، واحد فيهم مات والتاني خرج حيا، إشارة إلى موت المسيح ومن أجلنا نحن الخطاة وقيامته من بين الأموات في اليوم الثالث. هنا يوسف أحصي مع الأسماء مع المذنبين، كان يعني واحد فرد من ضمن الأفراد اللي هم موجودين في السجن مع أسماء، والمسيح أيضا زي ما يقول الكتاب أحصي مع أسماء. كل النبوات التي تنبأ بها يوسف تحققت، هكذا كل كلمة تنبأ بها المسيح وتكلم بها عن نفسه تحققت. يوسف غاب عن إخوته فترة من الزمن ليعود ملك، أيضا المسيح غاب عن إخواته اللي هو التلاميذ والجنس البشري اللي كان يعود ملكا يملك على البشرية عندما قام من بين الأموات، لما قالوا كده بعد قليل لا تروني، ثم بعد قليل أيضا تروني، بعد قليل لا ترونني، عندما احتجب عن البشرية وزي ما الكتاب ذهب فكاز الأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنا الله تنتظر مرة في أيام نوح. معلش أدوني دقيقتين بس عشان أخلص الجزئية دي لأنها مهمة أوي. يوسف كان في الثلاثين من عمره عندما بدأ مهمته، سيد المسيح أيضا عندما بدأ المهمة بتاعة الخلاص كان في سن 30 سنة. يوسف سمي صفنات فعنيح معناها مخلص العالم، وطبعا المسيح جاء مخلص العالم. يوسف هو الوحيد الذي استطاع أن يمد العالم الجائع بالطعام، هو المسيح أيضا رمز المسيح الذي يستطيع أن يمد العالم كله الجائع الآن إلى معرفة الحياة الأبدية ومعرفة الخلاص. يوسف قابل إخواته للمرة الأولى وعرفهم وهم ما عرفهوش، طبعا زي المسيح لما ظهر في بداية ظهوراته لما تعرفه ما عرفهوش وقال لهم جسوني أني أنا هو، أن الروح ليس له دم ولحم، جسوني أن أنا هو، زي يوسف بالظبط كده شاف اخواته وعرفوهم وما عرفوهمش. يوسف كان محب جدا لاخواته كما ايضا المسيح محب لينا، هكذا احب الله العالم، المسيح ما زال يحب البشريه وما زال متأن عليها. يوسف اعلن عن نفسه لاخواته قال لهم انا يوسف اخوكم، زي المسيح قال لهم انا هو عندما ظهر المجدليه ولها يا مريم أنا هو. إخوات يوسف اعترفوا له بخطيتهم، والمسيح أيضا قال كده معترفين اللي اعترف لي يعني مفروض نعترف بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم، زي ما هو موجود في يا أولاد الأحباء أكتب إليكم هذا كي لا تخطأوا، لكن وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. إن أخطأ أحد فلنا شفيع، إن قلنا أننا خطية بلا خطية نجعل إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا تهربنا من كل اسم، إن قلنا أننا بلا خطايا نجعله كذبا من كلمته ليست فينا، لكن اعترف بخطيتهم وأيضا اعترفوا بخطيتهم ليه.
يوسف تعامل مع اخواته بمحبه ورحمه ونعمه غير عاديه، زي ما ايضا المسيح بيتعامل معنا برحمه ونعمه غير عاديه. يوسف غفر لاخواته والمسيح غفر لنا خطايانا. المسيح هو الخلاص الذي كان ينتظره الشعب، ودي طبعا اخر او في الحاجات البركه التي بارك بها ابونا يعقوب اولاده في تكوين 49 على 18، لخلاصك انتظرت يا رب. وطبعا دي في بطرس الاولى 1:10، الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبؤوا عن النعم التي لاجلكم. وطبعا في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 2:26-31، طبعا الصلاه اللي صلاها سمعان الشيخ، الان سيتطلق قلبه بسلام حسب قولك لان عيناه قد ابصرت خلاصه. وقال كده قبليها، كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب، فاتى بالروح الهيكل لما دخل بالطفل يسوع وهو يصنعه كما يجب في الناموس. حمله سمعان بارك الله الان سيتطلق قلبك بسلام لان عينك ابصرت خلاصك. هو ده الخلاص، الخلاص الذي انتظره جميع الشعب وجميع الامم. المسيح هو الراعي او هو صخر اسرائيل، وطبعا دي في تكوين 49:24. ولكن ثبتت بمتانه قوس وتشددت سواعد يديه من يد عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر اسرائيل، تكوين 49:24. وطبعا دي في كورنثوس الاولى 10:4، جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لانهم كانوا يشربون من صخره روحيه تبعتهم، والصخره كانت المسيح. هو ده صخره الدهور، سيد المسيح له كل المجد. دي الحقيقه حاجات كتير قوي قوي في سفر التكوين مخبأة، لو احنا حابين نتكلم عنها ممكن ناخد محاضرات تانيه كتير. يمكن انا تكلمت على الرسالة اللي موجودة في تكوين صح 6، اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي الرسالة الكونية ربنا بعتها من خلال الإنسان الذي وضع في مرارة، ولكن سوف يأتي الله مخلصا لي. لإلهنا الصالح حبيب نفوسنا الأمين راعينا وصخر إسرائيل فدينا يسوع المسيح له كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ودهر الظهور كلها، أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ما حياة أبدية. أمين.